الكريمينة يفضلها الطريقة الخاصة، باردة ولا حارة، حلوة ولا مرة، منكهة أو مقطرة، فما بالكم إذا كانت مع حليب عضوي منتج محلياً. فارمرز كوفي قهوة مختصة بمفهوم صحي، بتقدم وجبات وحلويات بمكونات عضوية، واهتمامهم بالنمط الصحي هو جزء من رسالتهم للحفاظ على الاستدامة البيئية والمجتمعية. أول تحدي نحن واجهناه أن المحل يكون 100% عضوي. من بدينا كان تقريبا 80%، كانت تنقصنا بعض المنتجات ما حصلناها في السوق، ومن عقبها حصلنا البديل واخترنا ان نكون 100% عضوي، يعني كل شيء يطلع من المحل بشهادته انه عضوي، سواء كان البن او القهوة او اي شيء من المخبوزات او السناكس، السموذيز، البروتين شيكس، كل شيء عضوي. حاول تربط مشروعك بالاستدامة، انك تقدم قيمة للمجتمع وقيمة تكون مضافة لبلادك ولناسك ولأهلك. الاستدامة أعطت للقهوة مذاقاً إضافياً خاصاً، بلا شك سيدوم أثره طويلاً، وسيكون لمذاقه مفعول السحر على ذائقة كل من يتذوق الساحرة السمراء القهوة.